شيخ إيهاب، احنا دلوقتي في اللقاء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على قدري أصوغ لك المديحة، ومدحك صاغه ربي صريحة. نعم. ومن أنا يا إمام الرسل حتى صلى الله عليه وسلم وفي قدرك السامي شروحا. الله. ولكن صلى الله عليه وسلم ولكني أحبك ملء قلبي فأسعد بالوصال فتى جريحا وداوي بالوصال فتى معنا يروم القرب من يستريح. الله. فموسى رد بعد سؤال ربي وأنت رأيته كشفا صريحا. ألم نشرح ورب اشرح بيان لقدرك سيدي أضحى مبيحا. الله 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 على نور رسول الله. الله 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 على نور رسول الله. أعطى يا أهل الحي شاهد علينا حي صلى الله عليه وسلم. طه يا أهل الحي شاهد علينا حي نور ليالي الحي حي جمال الله. الله 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 على نور رسول الله. الله أكبر. إيه الجمال ده؟ إيه الروعة دي؟ صحيح، على نور رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ما خلاص تشوقنا إلى لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل بعض الناس ممكن يعيشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ناس كتير عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة إن بعضهم قال لو غاب عني حبيبي ما عددت نفسي من الأحياء، وبعضهم قال لو غاب عني حبيبي ما عددت نفسي من المؤمنين. ليه طيب؟ في لمحة كده في كلمة التوحيد لابد إن احنا نفهمها، وهنفهمها كمان مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان ممكن يتقال أعتقد أن لا إله إلا الله وأعتقد أن محمد رسول الله، لكن ليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله؟ وليه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل اللي هو حديث أبي حفص عمر بن الخطاب يقول حضرة النبي أن تعبد الله كأنك تراه؟ فكأن الرؤية والمشاهدة والإقبال على الله بشهود القلب ده جزء من ماذا؟ جزء من العيش مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعشان كده لابد ان احنا في هذا الوقت مش بس نصلي كما نرى رسول الله يصلي، ولكن لابد ان نعيش مع رسول الله ونرى نعمة ان رسول الله يشير على العبيد، ان العلاقة بين العبد وبين رسول الله اذا دامت. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من خير إلا ودللتكم عليه. فالناس لما بتعيش مع رسول الله بيحصل لهم سر كده، أقوله لكم السر ده إيه؟
ان اللي يطول شوقه لرسول الله ويطول لقائه مع رسول الله مش بس يراه في المنام، يراه في الحياه عيانا. عيانا يعني ايه؟ يسمع صوتا يقول له لا سامح المره دي. نعم. وكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يكلمه. صحيح ساعتها هتقول ده اللي حصل لي من كثره قراءه سنه رسول الله، لكن لا، صوت ده من صوت جاي من اعماقك انت. واعلموا ان فيكم رسول الله. فعشرتك مع رسول الله يبدا الصوت ده يقوي ضميرك ويقوي حياتك ويصنع لك صلابه نفسيه وصمود نفسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى ساعتها لما تتعرض في المشكلات تقدر تدوق اللي قاله سيدنا علي، كان اذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فتفضل حياتك كلها مش بس محتمي برسول الله، تستشير رسول الله وتكلم رسول الله وتطلب من رسول الله ان يتشفع لك، في حياتك كلها تستضيق برسول الله. يبقى عشان تذوق وتحيا بنعمة رسول الله لابد أن تستضيق في حياتك برسول الله. مش بس هتجعل رسول الله تستشيره، مش بس هتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تصلي عليه، مش بس هتجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط تحاول أن تفهم كلامه، ولكن هتعاشر رسول الله. وعشان تعاشر رسول الله في حاجة مهمة جدا بنعملها على الأقل، زي الصلوات الخمسة كده. أنت في الصلوات الخمسة بتعمل إيه؟ قال في الصلوات الخمسة في التشهد بتقول إيه؟ السلام عليك أيها النبي. يبقى ما ينفعش إن أنت وأنت بتصلي ومأمور إن أنت تخاطب رسول الله ألا يكون لك حال مخاطبة لرسول الله. فالصلاة بتعلمك كده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي. بس هو مين اللي قال ربنا قال له قل إن صلاتي ونسكي؟ حضرة النبي. يبقى أنت لازم تحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلم رسول الله وتحاول أن تسمع كلام رسول الله بقلبك، وهذا سيحصل لك في حياتك نور وبهجة وسرور. يبقى أنت لابد من مخاطبة رسول الله بعد أن اشتقت إليه وتعلقت به، لابد أن تخاطب رسول الله وتقول يا رسول الله يا سندي أنت بعد الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي. ولا يا شيخ إيهاب؟ نعم يا سيدي حق. يا رسول الله يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي، ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم يا أملي الله الله يا ملاذ الخائف الوجل نظرة يا أشرف الرسل الله الله وبغوث حلل حلل عقدي يا رسول الله يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي ففي دنياي وآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي يا رسول الله أجرنا الله يا حبيب الله أجرنا الغوث رسول الله الغوث رسول الله
وهناك حلت أورادي. أوالله. وهناك طرحت فؤادي، وهناك حلت أورادي، فبلغت بطه مرادي. صلى الله عليه وسلم. فاختر لي رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا حبيب الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله. ووقفت على الأعتاب، نعم، وبكيت له بالباب، وبصفح دون عتاب، قد جاد رسول الله. يا رسول الله أجرنا، يا حبيب الله أجرنا، الغوث رسول الله، الغوث رسول الله.